وقع اليوم أمين الدولة بصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف على اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة القلب الكبير بهدف تقديم الخدمات الصحية خاصة لذوي الاحتياجات بطريقة سهلة. المناسبة جرت بمقر وزارة الصحة العامة. بحر الدين عبد الشافي. جرى حفل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة القلب الكبير للتعاون من أجل رفاهية الشعب التشادي وخاصة الشرائح الضعيفة منها. وقد مثلت في هذه المناسبة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير السيدة دلال سيين، التي أشارت في خطابها بأن هذا المشروع يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والصحية من أجل تحسين ظروف الحياة المعيشية والصحية. كما أكد أمين الدولة في الصحة العامة بأن المشروع التعاوني يعتبر من أهم المشاريع التي يسعى إليها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في تقديم الخدمات الإنسانية. يأتي هذا في إطار الأولوية والتوجيه والعناية والمتابعة الحثيثة لصحة المواطنين من صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هذا البروتوكول يسهم في تخفيف العبء على الوزارة ويساعد في تفعيل دور المجتمع المدني وخاصة في مجال الصحة والتوعية. وللإشارة فإن مؤسسة القلب الكبير أقامت مشاريع اجتماعية وصحية عبر القوافل الطبية في وداي وشارع الأوسط وشارع بقرمين،